يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أسقطت أي أجهضت بعد 3 أشهر ونصف بغير اختيارها، فما الأشياء المترتبة عليها وعلى الجنين؟ وهل يدفن ويعق عنه ويسمى؟ وهل تعتبر المرأة نفسا؟ أفيدونا وفقكم الله. أما الجنين فلم تنفخ فيه الروح، لكن يلف ويدفن ولا يصلى عليه لأنه ما نفخت فيه الروح، يلف في خرقة ويدفن ولا يسمى ولا يعق عنه لأنه ما نفخت فيه الروح ولا بعد نفخت فيه الحياة. وأما النفاس إذا كان عليها دم وله 3 أشهر فهو يكون نفاس، نعم يكون نفاس، تترك الصلاة والصيام إلى 40 يوم. نعم.